نعرض عليكم قراءة مقتضبة في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية ومستهلها من إيطاليا، حيث ركزت صحيفة الجورنالي على جهود الحكومة الرامية إلى ضمان عودة آمنة للمدارس، وذلك في سياق تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد. وكتبت الصحيفة أن العودة الآمنة للمدارس في منتصف شهر شتنبر القادم ليست كافية، حيث يتعين تجنب إغلاقها مرة أخرى عبر تكثيف التعاون بين جميع القوى حتى لا تذهب التضحيات التي بذرت خلال الأشهر الماضية سودا. وفي فرنسا اهتمت صحيفة ليبراسيون بالواقع الاجتماعي للأزمة الاقتصادية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. هكذا سجلت اليومية أن الشركات الفرنسية سيكون لها ما قبل شهر مارس وما بعده، لا سيما وأن بعضها لن تعرف الكثير عن مرحلة ما بعد الأزمة بعد إجبارها على تسريح كل أو جزء من موظفيها بسبب عدم وجود مناصب شغل كافية. صحيفة لاراثون الإسبانية اهتمت بدورها بالوضع الوبائي الناتج عن ارتداد المنحى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، لا سيما بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 3 أيام فقط، وهو ما أصبح يثير القلق لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء. وأوضحت الصحيفة أن فرناندو سيمون مدير مركز تنسيق حالات الطوارئ بوزارة الصحة أكد أن الأرقام التي تم الإعلان عنها بخصوص ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليست جيدة تماما، ولكن هذا لا يعني أن إسبانيا دخلت موجة ثانية من تفشي الوباء، على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي سجل في عدد حالات الإصابة المؤكدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد قبل شهر شتنبر المقبل حيث موسم الدخول المدرسي والعودة من الإجازات. ونقرأ على صحيفة ليكو البلجيكية أن الإخفاق في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة فيدرالية كاملة الصلاحيات طفى على السطح من جديد في البلاد. وكتبت اليومية أنه بالنسبة للمراقب الخارجي يسود نوع من الالتباس في تتبع الجمود الذي يلف تشكيل حكومة فيدرالية جديدة، فقد قام كل من بول مانييت وبارد دي ويفر بتقديم استقالتهما أمس الاثنين، والتي تلقاها الملك ليشرع على إثر ذلك في المشاورات الرامية إلى كسب بعض الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.